أما العالم العربي والإسلامي فإننا نقرع له ناقوس الخطر من هنا، من المسجد الأقصى، من القدس، ونطالبه بأن يسمو فوق خلافاته ويتنبه لما يهدد الأمة وعقيدتها وخيراتها ومقدساتها أينما وجدت، فكلها مستهدفة، ولا فائدة يومئذ من الندم على تفريطهم وتخاذلهم. الهيئة الإسلامية العليا، القدس. نريد أن يرى العالم بأسره ماذا حدث في ذلك الاثنين. لماذا ننطقه؟ سوف نتركه مع المطر، فيما بعد سوف يذهب، لكنه في ذاكرة الناس سيبقى إلى الأبد. البيت المقدس، البلد الطاهر بنته الأنبياء وسكنت فيه، فكان مهدا لرسالات السماء. ما فيه شبر إلا وقد صلى فيه نبي أو قام فيه ملك. هنا القدس، مدينة الحلم والذوق. هنا تجسيد قائم لتجربة الإنسان الهائلة. التاريخ حي في كل زاوية، ينطق به كل حجر،
أشهد أن هنا موطن إبراهيم الخليل ومبعث عيسى عليه السلام. هنا مصرى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقبلة الإسلام الأولى. هنا المسجد الذي بارك الله حوله، المسجد الأقصى. حي على الصلاة. تسألني ما هو المسجد الأقصى بالنسبة لك؟ أمامك كما تسألني الكعبة بالنسبة لك، الكعبة قبلتي، والمسجد الأقصى والقدس هي مكان ارتقائي الحضاري أو عنوان ارتقائي الحضاري. القدس بالنسبة لي هي التي تمثل الوحدة الإنسانية كلها تحت شعار التوحيد. القدس بالنسبة لي هي المكان كلها بمثابة برلمان واحد اجتمع فيه الممثلون الشرعيون والوحيدون للإنسانية وهم الأنبياء والمرسلون، وبايعوا القائد الشرعي والوحيد للإنسانية كلها محمد صلى الله عليه وسلم. المسجد الأقصى، ويقصد به المسلمون كل ما أحاط السور، فيه الأعمدة والعقود والزوايا والأروقة والمحاريب، فيه القباب والمصافف، الأبواب والساحات والحدائق، وفيه بناء المسجدين، المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة. في داخل هذا المسجد صخرة المعراج، حيث عرج برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء من هنا. وعلى هذه الصخرة يزعم اليهود أن إبراهيم عليه السلام قد وضع ابنه إسحاق ليذبحه استجابة لأمر الله حتى أتاه الفداء، خلافا لما يعتقده المسلمون من أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق، وأن مكان الذبح هو على جبل عرفات في الجزيرة العربية وليس على هذه الصخرة، كما ويدعي اليهود أن هذه الصخرة تمثل حجر الأساس في الهيكل الذي بناه سليمان عليه السلام سنة 1005 قبل الميلاد، وهدمه نبوخذنصر ثم أعاد ترميمه الملك هيرود إلى أن جاء طيطس الروماني ودمر الهيكل الثاني سنة 70 بعد الميلاد. ومنذ ذلك الزمن وحتى وقتنا هذا، واليهود يرون الهيكل معلقا في السماء تماما فوق المكان الذي يعتقدون أن هيكل سليمان قد بني عليه. الطور أو جبل الزيتون، إلى هذا الجبل